وزي رمضان الماضي رجعت لكم المرة دي رغم اني مشغول ومش فاضي عشان احكي لكم يوماتي حكاياتي وذكرياتي عن الايه يا سعاد؟ هتحكي لهم لوحدك اظن. هو ينفع تحكي برضه من غير رمضان المصري ده؟ محظك ونصيبك. وماله يا سيدي على القهوة، ده الأصحاب بيتقابلوا على القهوة، والأوقات الحلوة على القهوة، والفن والثقافة والتاريخ على القهوة. ويلا بينا على القهوة يا رمضان. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني. والله لو بعد 100 سنة كمان ما حد ممكن ينسى الأوبريت الخالد الليلة الكبيرة اللي أبدعه عمنا صلاح جاهين مع صديق عمره وابن حي السيدة زينب سيد مكاوي. ويمكن ما فيش حد قدر يصور أجواء المولد والقهوة والحارة الشعبية زي الأوبريت ده. ميزة دمازي يا وردي قاعد على الكراسي، هات شاي دق عيني ورازي. سامع قصدي بتتكلم عن الليلة الكبيرة؟ ايه انت وحشك مولد السيدة ولا ايه يا باشا؟ والله يا معلم رمضان وحشني الناس واللمة والمغنى وليالي السهر والسمر لغاية الفجر في رمضان زي ما تعودنا كلنا. بس نعمل ايه في الكورونا اللي بعدت الناس عن بعض وحرمتنا من الصحبة الحلوة؟ ليه بس اللون الغامق ده يا عمرو باشا؟ هي قاعدة قهوة الجبرتي مش قد المقام ولا ايه؟ لا والله يا معلم ما اقصدش ده، بس اوبريت الليلة الكبيرة هو اللي فكرني بان العمل العظيم ده اتعمل على قهوة في السيدة كان بيقعد عليها صلاح جاهين وسيد مكاوي. ايوه، وكانوا كمان بيقعدوا على قهوة الحرية في باب اللوق اللي اتبنت على انقاض بيت الزعيم احمد عرابي في وسط الميدان، وكان من اشهر رواده بقى الشاعر جرم التونسي واليوز باشا انور السادات وعدد من الضباط الاحرار اللي كانوا بيتقابلوا فيها قبل ثورة 52. يمكن عشان كده اشتهرت باسم قهوة الحرية. ما هي قهاوي محروسة في الزمن ده يا معلم رمضان ما كانتش مجرد مكان لشرب السحلب والنرجيلة، كانت كأنها جهاز إعلامي زي التلفزيون والإذاعة أو كأنها مسرح في ممثلين كل ممثل بيأدي دور معين. كانت نادي ثقافي مفتوح بيجمع الموهوبين والعباقرة والمبدعين في كل مجال من الفن للأدب للسياسة. الله ينور عليك يا حبيب والديك، أنت بالكلام الجميل ده بقيت جبرت انت راخر. وممكن تاخد عضوية الكارت الذهبي بقى في قهوة الجبرتي. مبروك عليك يا سيدي. وايه بقى يا معلم عضوية الكارت الذهبي دي؟ اقدر اصرف بيه فلوس من الاي تي ام ولا ايه؟ اكتر من كده كمان، اولا هتقدر تحجز بيه ترابيزة في وقت الزروة، وكمان من حقك واحد سحلب او زبادي في الخلاط مجانا كل ما تيجي القهوة. وكمان بقى بيني وبينك يعني ممكن تاخد خصم 10% على المشاريب لو كان معك جروب يعني. ومفيش مع الزبادي المجاني ربع كباب وكفته او رغيف حواوشي يا معلم؟ ها لا، ده سعادتك بقى تلاقيه برضو في باب اللوق اللي قصاد قهوه الحريه وجارتها قهوه الندوه الثقافيه. عارفها قهوه الندوه الثقافيه اللي كان معظم زباينها كتاب ومخرجين سينما وشباب نقاد زي سامي السلموني، وكان دايما بيقعد عليها محمد خان وعاطف الطيب الله يرحمهم. وميزة القهوة دي بقى انها جنب مطاعم وسط البلد اللي بتقدم احلى كباب وكفتة وكبدة وكشري وفول وطعمية، وتقدر كمان تحبس بشوب عصير قصب من اقدم محل عصير في باب اللوق. انت كده شكلك جعان يا باشا ولازم تلحق صراف البيت، انت لسه مشوارك طويل. فعلا يا معلم، احنا النهاردة حلقتنا خلصت لكن حكاوينا ما خلصتش، وبكرة نتقابل معاكم انا والمعلم رمضان المصري على قهوة الجبردي. فين؟ في زوايا المدى. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير احمد صيام. رمضان المصري على القهوة اخراج تامر حسني.